خلال 13 سنة كنا مستهدفين، والبعض يعتقد أنه بهذا القانون سيتمكن في مكان ما من أن يصغر أو يقلل من أهمية تيار المستقبل، ولكن ليس هناك سوى صناديق الاقتراع التي يمكنها أن تثبت غير ذلك. الكلام لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال حفل العشاء الذي أقامه رئيس اتحاد العائلات البيروتية الأسبق محمد سنو في منزله على شرف الحريري، وحضرته شخصيات بيروتية وحشد من أبناء العائلة. شوف المشروع تبع التيار قريبا، وسنعلن لوائح وسنعلن ترشيحات وسنعلن البرنامج تبع التيار المستقبل. ولكن انتم شفتوا خلال السنة ونص نحن يعني او سنة من بداية هذه الحكومة قديش قدرنا ننجز بهالتوافق اللي موجود بالبلد. وخلينا نكون يعني صريحين مع بعض، هذا البلد ما بيدار الا بالتوافق. الحريري قال: هناك اليوم من يزايد علينا بأن موقفه عروبي أو ضد فلان أو فلان آخر، نحن قمنا بربط نزاع مع حزب الله ونختلف مع الحزب في الأمور الاستراتيجية، ولكن هل يجب أن يجعلنا ذلك نوقف العمل في البلد؟ جرب فريق واحد يدير البلد لوحده، شو صار؟ ما صار شيء. جرب فريق تاني يدير البلد لوحده، شو صار؟ ما صار شيء. لأول مرة عم نلجأ وبقولكم صراحة نفس الأفكار اللي كان رفيق الحريري هو يقوم فيها، إنه يحكي مع الجميع، يدور الزوايا. في محلات كان خصمه الأساسي أنتم بتعرفوا مين، كان النظام السوري، ولكن قدر ينجز اللي قدر ينجز. كيف؟ لأنه كان عم يدور الزوايا، كان يبلع الموس أمرار ويقطع الجرح، ونحن اللي عملناه خلال هالمرحلة شو غير ذلك. أنا اللي بقوله إنه نحن مشروعنا وطني، نحن بالنسبة لنا إذا واحد عنده كفاءة كثير كبيرة إن كان مسلم ولا إن كان مسيحي، هذا لازم يكون بمكان كويس، مكان يقدر يساعد البلد. أما نجيب ناس لمجرد انه والله هو هذا من هذا الطائفه ولا من هذا المذهب، انا ضد هذا الشيء. انا بالنسبه لي بيروت عزيزه علي، وبيروت يجب ان يكون عندها، وبيروت هي بتتحمل كل لبنان. يعني بيروت كل لبنان عايش ببيروت، كل لبنان عايش ببيروت، فاكيد بيروت تتحمل اكبر جزء، واكيد لازم تربيتي يكون لهم اكبر حصه من هذا الشيء. فلذلك بالفئة الأولى بنشوفوا إنه بيبتدي عمل أكبر حصة. فنحن بدنا نتعاون جميعاً، بدنا نشتغل جميعاً لحتى نقوم بهذا الباب. وختم الرئيس الحريري قائلا: ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية يؤكد أنه من غير المقبول أن تتحمل بيروت كل هذه الأعباء، فلماذا على بيروت أن تدفع الثمن عن كل من يخطئ؟ بيروت ليست مكسر عصا لأي كان. وما بيجوز أنه أهل بيروت يدفع هذا الثمن. ما بيجوز، ما بيجوز، ما بيجوز. هذا غير مقبول. ونحن وأنا مش عاقبة بهذا الشيء. هذا نحن قطعنا قطوع كثير خطر. شفتوا الكلام اللي سمعناه خلال الأيام. كلام رجعنا لورا. رجعنا 30 سنة لورا. ولكن الحمد لله يعني بحكمة فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري رجعنا قدرنا يعني نوصل لهالتفاهم، ولكن الأساس بقول شغله مش معناته بس لما تعلي صوتك الناس يسمعوك. أنا رأيي بس لما تعلي صوتك الناس بطل تسمع، بطل تسمع أبدا، وكل ما واحد يعلي صوته كل ما الناس بطل تسمعه أكثر. ونحن بدنا نسمع بعض بالهدوء والحكي بالرواق، هو اللي يوصل لمكان. أما الصريخ شو وين بوصل؟ شفناه، شفناه خلال المرحلة السابقة، وشفناه قبل 30 سنة وين وصلنا. وكان الحفل السهلة بكلمة لسنو رحب فيها بالرئيس الحريري. واليوم يدرك جمهورك الكبير على امتداد الساحة اللبنانية أن مغامرة الإنقاذ لإنهاء الفراغ الرئاسي كانت تبصر لقيامة الوطن من سباته وعادة الحياة
لمؤسساته الدستورية لتلبية حاجات المواطنين على مختلف الصعد. فالزعيم السياسي الحقيقي هو الذي يستكشف للناس سبل الخلاص ويجد حلول لأزماتهم، وليس الذي يبقى مسكونا بالماضي وأحكامه. سنقال يتطلع البيارتة وسائر اللبنانيين إلى عملكم الدؤوب في الإسراع بإيجاد حل جذري وبإيل مشكلة النفايات وتوفير المياه في فصل الصيف وإنهاء برامج تقنين الكهرباء ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب، فعليكم تعقد الأمال وبمثلكم تتحقق الأمنيات.